السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي رويال شانل. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الماسك او واحد القناع اللي صراحة معجزة والله معجزة البنات، لانني انا كنهضر معكم عن تجربة. انا باش نكونوا واضحين ماشي من النوع اللي كيستعمل الماسكات بزاف، ولكن هذا هو الماسك اللي يعني ديما كنستعمل ماسك مره جوج صافي كنخليه، ولكن هذا الماسك هذا صراحه لقيت عنده نتيجه مبهره وعجبتني النتائج ديالو ونتائج ديال الاستعمال ديالو، وكتبان النتيجه من الاسبوع الاول. تيقوني من الاسبوع الاول غادي تلقاو عنده نتيجه رائعه جدا. دونك البنات، هذا الماسك كل شيء العناصر ديالو بسيطه، اولا ثانيا كاين في اي بيت، وثالثا هاد الماسك فيه اشياء طبيعيه، وهذا هو السر، وهذا هو الشيء اللي خصكم تبحثوا عليه في اي ماسك. خصكم تبحثوا على الاشياء الطبيعيه وليست الاشياء الكيميائيه او الاشياء اللي ممكن تحدث ضرر بالبشره، وخصوصا البشره الحساسه. دونك البنات، انا البشره ديالي حساسه جدا، ولكن هذا الماسك ما لقيتش عنده صراحه شي اعراض ولا شي حاجه دارها للوجهي او لا شي خرج فيه حبوب ولا شي حاجه بحال هكا. دونك البنات، انا غادي نبدا لكم بلا ما نطول عليكم بزاف. الماسك فيه ملعقه انا هذا طحنت درت فيه باش تشوفوا، درت فيه الحمص كما كنقولوا له حنايا بالدارجه ديالنا، الحمص، ورميت فيه شويه ديال العدس. دونك هذا فيه الاغلبيه الكميه الكبيره ديال الحمص والكميه الصغيره ديال العدس. دونك نتوما كطحنوا على حساب، انا طحنت قرعه ودرتها فيها، درت فيها الحمص والعدس، ولكن درت الكميه ديال الحمص غالبه بزاف على العدس. دونك خديت هنا ملعقه فيها الحمص والعدس مطحون. دونك البنات، كما قلت لكم هنايا خديت ملعقه، هذه راها ملعقه ديال الشوفان. تقدروا تستغنيوا على الشوفان، ولكن البنات الشوفان عنده فوائد رائعه جدا، وانا كيعجبني نستعمله كماسك او كقناع. الفوائد ديالو جميله جدا ورائعه بالنسبه للجسم، بالنسبه للوجه، بالنسبه للبشرة، فهو رائع جدا، وانا كنفضل انني استعمله في الماسك ديالي. وعندي هنايا كما كتشوفوا ملعقة ديال ياغورت مسوس، ياغورت مسوس يعني ياغورت خالي من السكر. انا كنستعمل هذا. انتم تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتوا، يعني ما كاينش مشكل، المهم ما يكونش فيه السكر لانه جيد جدا الماسكات. دونك البنات كتشدوهم، غادي نخلطهم مزيان وغادي نرجع معكم ونوريكم كيفاش خاص يكون القوام ديال الماسك. رجعت معكم البنات من بعد ما خلطت الماسك ديالي، دونك كيجي على هذا القوام. انا كنبغيه هكذا باش كنقدر نطبقه بشكل جيد وما يطيحليش وما نخسرش بزاف الماسك. دونك البنات، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الماسك، وكنتمنى من اعماق قلبي انكم تجربوه لانه غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. النتيجه غادي تبان لكم اسبوع الاول، غادي تبان لكم النتيجه، وهذا وعد مني. بالنسبه لكيفاش تستعملوا هذا الماسك، هذا الماسك غادي ديروه جوج مرات في الاسبوع الى ثلاث مرات. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش يكثروا الماسكات للوجه ديالهم، دونك كنظن ديروه غير جوج مرات. وبالنسبه لي عندهم عادي تقدروا ديروه ثلاثه المرات. بالنسبه لي انا البنات كنديروا نهار نهار لا، لانه انا عندي البشره ديالي حساسه، ولكن ما لقيتش عنده شي اعراض من غير انه كان فاش كنغسلو كيرجع ليا الوجه شويه احمر، ولكن عادي كندير الثلج. تقدروا ديروا الثلج من بعد ما ديروا الثلج على الوجه ديالكم، غادي يرجع شكل عادي. يعني كتلاحظوا واحد النتيجه اللي هي مرضيه جدا،
وهاد الماسك كما قلت لكم راه كاين فيه بزاف لتسمين الوجه. لذلك البنات واحد النصيحه، ما ديروش البلايص اللي ما بغيتوهمش يسمانوا لكم، مثلا الانف، وكذلك البلاصه ديال اليسغن، البلاصه ديال اليسغن او تحت العينين ما ديروهمش، لانه ديك الجلده عندنا رقيقه بزاف وما كتستحملش الماسكات بزاف، خصوصا درنا دانون مسوس وكذا. دونك بالاحسن ما ديروش. تهلاو فراسكم البنات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. غندير معكم فيديو فيه وصفه ديال اليسغن بعدا، وكذلك هي وصفه ناجحه جدا. ونتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. ما تنساوش تدعموني بلايك بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. تهلاو فراسكم والسلام عليكم.